المهندس محمد فيصل قاسم المختص في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ضيفنا في برنامج شبابنا لهذا اليوم. كل هلا بك. اهلا وسهلا بك. نورتنا استاذ محمد. الله يبارك فيك. بدايه خلينا نتعرف عليك. انا محمد فيصل قاسم مختص في مجال الشبكات زين وتكنولوجيا المعلومات، حاصل على شهادتين دوليه في مرحله خبير دولي في مجال تكنولوجيا المعلومات المختص بالشبكات من قبل شركه سيسكو العالميه. طبعا بداياتي في عالم الاي تي كانت بهاي القناه. حلو، الخفر. نفتخر بك. الله يسلمك. زين. فمختص بهذا المجال، تقريبا خبرتي اكثر من 12 13 سنه في هذا المجال. اليوم نفتخر بك احنا استاذ محمد كاحد يعني رموز هذا البلد بهذا المجال. الله يبارك فيك. نفتخر بك على مجال الوسط او الشرق الاوسط بهذا المجال. استاذ محمد، يمكن بالاونه الاخيره انتشر هاشتاج اللي هو اي تي لايف 2017، وعنوان هذا الهاشتاج كان الملتقى الأول لرواد تكنولوجيا المعلومات قريبا في بغداد. طبعا على معلوماتنا أنه نعرف أنه أنت المسؤول عن هذا الملتقى، خلينا نتعرف عليه. طبعا هذا الملتقى الأول بالنسبة للعراق، وتقريبا يمكن الأول على بالنسبة للوطن العربي. حلو. توجد الكثير من الملتقيات بالنسبة للملتقيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بس المجتمع الخاص بالاي تي اللي هو تكنولوجيا المعلومات مجتمع هو دائما يكون وراء الكواليس غير ظاهر. مستوى الاي تي وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام هو يحتاج لتطور زين بالعراق. حلو. هذا التطور ما يحدث انه احنا الخبرات والناس موجودين باكثر من مكان، ماكو في شيء يجمعنا. فطلقنا الفكره انه انت لما تجتمع بهيك ملتقى الخبرات راح ممكن تقدم في شيء بالنسبه للناس الجدد، ممكن ياخذون في الطريق جديد نقدر نعلمهم. عده اشخاص يحتاجون يلتقون. حلو. كمجمع شلون تكونت هذه الفكره اي تي لايف؟ بالنسبه لي انا مختص بمجال التدريب، فعندي الكثير من الطلاب. الكل متعطش انه يحب يتعلم. هذا كل هذول الطلاب، كل الناس اللي تتعلم ماكو فد شيء يجتمعون به مثل نقابه او جمعيه او فشيء. صح. فحبينا انه نزلنا هاي الفكره على الانترنت واخذت صدى الحمد لله. حلو، ما شاء الله، هي الفكره كلش حلوه. طيب الفئه المستهدفه لي هذا الملتقى اكو فئه يعني راح تستهدفوها؟ والله هي الفئه المستهدفه اي واحد يحب يدخل هذا المجال. يعني مجال الاي تي هو غير مختص يعني. احتمال هاوي، الكثير من الناس واصلين مرحله اللي هو بالملتقى راح نعرض الاشخاص معروفين بالنسبه للوطن العربي كعراقيين. حلو. هم خارج اختصاص الاي تي بالنسبه للتدريس الاكاديمي، يعني مو خريج كليه خاصه بهذا المجال، يعني اكو تطور بهذا الموضوع. طبعا. طيب يعني هذا الملتقى راح يناقش واقع التكنولوجيا اللي في العراق. اكيد. وشلون بالنسبه للتكنولوجيا المعلومات بالعراق؟ هي متواجده كانفراستراكشر، كبنيه تحتيه، كمصادر بالنسبه للناس اللي تشتغل بهذا المجال كثيره بهذا البلد. مجتمع كلش كبير، نحتاج نجمعهم. نحتاج نتناقش انه الواقع بالنسبه لخدمه الاي تي شلون توصل للمواطن. نستخدمها بدوائر الدوله، موجود كل شيء، بس عمليه ادارتها ما عندنا انه في ستراكشر او هيكليه انه شلون نستخدمها. طيب شلون راح يدور تنظيم هذا الملتقى؟ طبعا الناس الطيبه هوايه، مجرد طلقنا الفكره ناس كلش هوايه بهذا المجال تريد تعاون. يعني ما تتصور من اول يوم ايش قد ناس تدخل علينا بالفيس، بس نريد نساعدكم، ايش تحتاجون؟ لانه فشي لاول مره يكون. حلو. مجرد بعد الفكره اتصلت ببعض الاشخاص القريبين علي بهذا المجال كمهندسين في بعض الجامعات، دكاتره جامعيه اكاديميين، عده اصدقاء بهذا المجال. اجتمعنا وكوننا اسم للملتقى كاي تي لايف كفكره بسيطه. بس احنا نفرح اليوم يكون هو الاول بالوطن العربي. الحمد لله والشكر. في العراق اذا اكو تطور. الحمد لله والشكر. انه هذا هو هذا السبب انه اللي خلى العراقيين بالنسبه لهذا المجتمع انه كلهم يدعمون هذا الشيء. ناس من برا خارج العراق اتصلوا بينا من برا. من برا عراقيين زين هم بهذا المجال واصلين مرحله، وما نذكر اسمائهم لان راح يشرفون ان شاء الله بالملتقى. زين. راح يحضرون. حلو. فمن وصل هذا الصدى انه هذا المجال هو لازم ياخذ حقه، لان تعرف عصب الحياه حاليا الاي تي هو متواجد. صح، اليوم نشوفه بجميع الشركات موجود الاي تي كل مكان. صراحه لازم انه باهتمام بتطور اكثر. نعم، عندنا مشكله انه الاي تي بكل مكان. طبعا شرحها قبل انه دائما اوضح هذا الشيء، الاي تي مو مجرد انه تعال صلح لي، تعال سوي لي الموبايل، لا،
الاي تي عده فروع يتكون من فروع ضخمه بالنسبه للشبكات بالنسبه للويب سايت مواقع الانترنت وهوايه امور. هو اليوم اصبح عصب الحياه صراحه. طبعا بكل مكان يعني بكل مجال يعني اذا حضرتك تسافر باي بلد موضوع انه تريد تحجز مثلا تيكت تريد صح. طياره او باص او شنو كل عن طريق الموبايل لازم فهذا هذا الاي تي هذا الاي تي هو مو عباره عن كلمه هو الانفورميشن تكنولوجي هو الاي تي يجمع هاي كلها يكون لك خدمه سيرفيس زين استاذ حمد يعني ذكرت انه قلت يعني بعد ما انطلق هذا الهاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي واشخاص عراقيين من الخارج اتصلوا بك وحبوا ان يحضرون بهذا بالنسبه طيب. اكو على اليوتيوب عفوا ولو اقاطعك احد الاخوان المصريين المعروفين بهذا المجال قدم فيديو دعم لهذا الملتقى بشكل لايف بالنسبه للعراقيين انه بالعكس يشجعنا الحكومه دعمتكم والله صراحه احنا ما طلبنا شيء من الحكومه هو كله دعم ذاتي بدنا نجتمع بهاي نظمنا في الجدول وكان المؤتمر صراحه انه فشي بسيط كملتقى بس من شفنا الموضوع كبر وكهيبه دوله اكو شركات راح تدعمنا انه تظهر بالشكل المناسب. طيب اكو شخصيات معروفه راح تظهر الى هذا راح تكون موجوده في هذا المجال نعم في هذا المجال اللي نشوفه دائما باليوتيوب احتمال كلها راح تظهر كلهم راح يظهرون ان شاء الله. طيب هذا الملتقى باهداف طبعاً. كبيره كلش طبعا لازم انتم مراسمين هذه الاهداف وعندكم استراتيجيه او خارطه الطريق طبعا من خلال انشائكم هذا الهاشتاج او هذا الملتقى شنو اهدافكم وين تريدون توصلون؟ طبعا الاهداف كثيره زي. مستحيل نقدر نحققها كلها نتمنى نحققها زي. بس الهدف الرئيسي الناس اللي دخلوا بهذا المجال اللي هم أكثرية الطلاب هذا المجال والناس الهاوين لأنه اللي يريد يشتغل أكثر مجال شغل حاليا بالعراق وبالوطن العربي وبالعالم كشكل عام هو الاي تي فالاي تي لازم يتطور الناس هذول الجدد يريدون يتعلمون أنه شون يوصل الطريق الصحيح أنه يلقى شغل زي. ممكن أنه يدخل على الانترنت يلقى يعني امور هوايه مصادر كل شويه ما يعرف ايش يختار هل اختار اني تصاميم اختار شبكات اختار برمجه فراح يكون موضوع كبير بالملتقى على موضوع التوعيه في اختيار تخصص لك خاص وكيف تبني البزنس او الحياه الخاصه تدخل بالنسبه لك. حلو حلو ما شاء الله هذا الموضوع كلش حلو طبعًا. طيب استاذ محمد اليوم كثير من اللي يشاهدونا حاليا يمكن صار عندهم فضول يعرفون تاريخ ومكان ان شاء الله خلال ثلاث ايام اربع احنا راح نعلن عن المكان طبعا تاخرنا السبب التاخير والكثير انه عتب علينا بهذا الموضوع اذا تشوف على الشاشه الموضوع المتطوعين هذا من اول يوم طرحنا الموضوع هذا العدد الكبير من الناس المتطوعه والاقسام هذا تقريبا فوق ال 200 شخص حلو. بس يحب يتطوع انه يظهر الملتقى بشكل لائق جدا يعني حلو ما شاء الله طيب استاذ حمد برايك شنو الايجابيات اللي راح تكون من خلال انطلاق هذا الملتقى والله ممكن انه الكل يستفاد من هذا الشيء يعني انه الناس هاي اللي عندها خبره ماكو داعي انه تقعد بالبيت حلو ما مو صح هو عنده خبره يسوي له شغله بالبيت يسوي له في البرنامج او شيء ممكن نستفاد جمع هذه الخبرات تطلع لك خدمه قد تكون مهمه للمواطن خدمه مهمه للبلد ترفع من شان البلد وهم كنقطه نسيت اقولها الناس اللي خارج العراق ينظرون كمهندسين اي تي انه يعني مستوى متدني يعني دائما ادخل بالوطن العربي الناس المعروفه كلهم من جميع الدول مشكلتهم عندنا صار محمد اليوم لا طبعا انا بالنسبه من سوينا جروب بالفيسبوك كل واحد يعرف عن نفسه انا لا شيء بالنسبه للناس اللي يعرفهم وانا من ضمن المجال حبيت لا مو شغله تواضع يعني احنا بداخل المجال صراحه كنا انصدمنا انه هيجي ناس خبرات ماكو فتخيل هاي الخبرات من راح تلتم ايش راح ممكن تسوي حلو طيب استاذ محمد اليوم رايك المهندس كيف يقدر انه يصنع من نفسه مهندس معروف ومن الممكن انه يحتل مكانه بالمجتمع مثل ما انت الخطى اللي خطيت بها والطريقه اللي استخدمتها حتى تكون معروف وعندك نظره طويله بهذا المجال احنا نقول البراكتس الحياه العمليه من يدخل هذا المجال من يشتغل بيده صح هو ممكن عنده اساسيات بس ما يبقى اكاديمي بس يقرا كتب ما راح يسوي شيء يدخل الجانب الواقع مثلا انا من دخلت السومريه بدايه استفدت من التكنولوجيا الموجوده بالسومريه حلو التكنولوجيا هاي الموجوده انا بالنسبه لي ما كنت اعرف بها فبحثت عرفت اشتغل فهو انه لازم يواكب اي شيء تطور يشتغل بمكان يتعلم على هاي الامور انه التكنولوجيا الموجوده مو يبقى انه يقول والله انا بس اعرف ما اقدر غير شيء طيب استاذ حنان من خلال يعني دراستك بهذا المجال برايك انه اليوم يعني مستوى التعليم والدرجات يختلف ما بين داخل العراق وخارج العراق؟ لازم نوضح فكرة العلم الوحيد
بالنسبة لبقية العلوم. التكنولوجيا قد يكون كل دقيقة كل ساعة يتطور تكنولوجيا المعلومات. حلو. بقية العلوم ممكن كل سنة يطلع لفد أبديت على شغلة معينة، بالرياضيات فد معادلة جت بين فترة وفترة. علم التكنولوجيا كل دقيقة احتمال يطلع. فهذا إذا الإنسان أو الطالب مواكب موضوع التكنولوجيا مشكلته. حلو. يعني الجامعة تنطي أساس. خلاص هذا أساس مثلا فد ألغوريثم أو خوارزمية معينة هو دا يبني التكنولوجيا عليها، فمو مشكلة إنه الجامعة تعلمه. ممكن يدخلون إحنا طبعا راح أكيد في التوصيات من الدكاترة الكبار راح يحضرون. بالنسبة ممكن إنه الجانب العملي حتى الطالب من يتخرج من الجامعة ما يروح الشركة يريد يشتغل يشوف نفسه إنه والله بس أنا قاري أجهزة ما شايف. احتمال لا احتمال أو بس على الأقل إنه ينطوه فكرة بهذا الشيء. زين طيب يعني اليوم أستاذ محمد كطالب اللي ينخرط بهذا المجال وإنه يعرف إنه هو مهندس لتكنولوجيا المعلومات بالمستقبل يقدر إنه يبتكر أشياء تكون بعيدة عن الدراسة أو بعيدة عن دراسة الجامعة على الأقل تقدير. طبعا هي مو شغلة يبتكر بقدر ما هي مثلا نجي مجال الشبكات اللي أنا مختص فيه. زي. احنا بالعراق ما شاء الله عندنا شركات كبار، عندنا مؤسسات كبيرة. ممكن نستفاد منه علم الشبكات انه شلون نربطهم سوا، شلون نستفاد من الخدمة. موضوع الاجتماعات ممكن يكون اونلاين على تي في، موضوع انه ندير بالنا بالنسبة توعية بالنسبة للمواطنين كلها تستخدم الانترنت. صح. موضوع التوعية بمواقع التواصل الاجتماعي شلون نتجنب، راح طبعا هاي كل المواضيع ما رد انه شلون اقولها لان كلها بالملتقى اكو مواضيع خاصه بهذا الشيء. نتمنى انه كدعم تكنولوجيا المعلومات بالعراق يكون طيب. لان هو الاساس انه في عصب الحياه يكون. طيب استاذ احمد خلينا نشوف هاي الصوره اللي هسه امامنا وتشرح لنا عليها اكثر عن هذا الاقسام. طبعا قلت لك انه من طلقنا الهاشتاج شفنا التقبل كلش كبير بهذا الموضوع. طرحنا انه احنا بالنسبه ان احنا تقريبا اللجنه بين 12 الى 13 شخص. العمل كنا ناوي فد شيء بسيط. حلو. شفنا التطور انه حتى العصر او المغرب انه انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي بالجروبات العربيه الوطن العربي. زين. بهذا المجال من اكبر المواقع. عندكم ناشطين خارج البلد يعني يداولون؟ لا احنا تفاجئنا انه احنا كنا مشتركين بجروبات نتعلم مثلا. حلو. بجروبات فيسبوك لقينا انه ناس معروفه من هذا المجال بالوطن العربي باكبر الجروبات تبارك خطوة العراق بهذا المجال. حلو. انه يسوي. فهنا خلانا بمسؤولية كبيرة انه الموضوع مو راح لازم نسوي صغير. فانه ما عندنا هيك امكانيات كريسورسز كامور، فسوينا انه يا جماعة احنا نريد نسوي فشي كبير. منو يتطوع يساعدنا بعد شيء؟ ما شاء الله الكل بشكل ما تتوقع. زين طريقة التنظيم شلون راح تكون للمتطوعين؟ طريقة المتطوعين قسمنا عدة لجان. لجان بالنسبة ما نريد نذكر اللجان راح تتقسم وكلها تشارك، وراح يصير بالنسبه امور التسجيل والموضوع الخبره ايش قد ناس، حتى الحضور ما راح يكون انه كل واحد يريد يجي الا بالمستوى. مثلا احنا راح نركز على الناس المبتدئه اللي لازم تستفاد. يعني اكثر من 50% الحضور لازم يكون من الناس المبتدئه على مود على الاقل يستفادون من الخبرات الموجوده. كل اي واحد لا راح تكون انه اكو استماره. راح تنزل قريبا عمل التسجيل وبها اسئله واجوبه، راح نقيم انه هذا اي مستوى. زي. حتى حسب كوتا عندنا. حلو. طيب استاذ محمد تتوقع انه هذا الملتقى راح ينجح؟ نتمنى هذا الشيء وانا عندي متفائل. يعني متفائل جدا. طيب بعد ما هذا الملتقى ان شاء الله ينجح ويتطور عندك خطوه اخرى راس مالها بالمستقبل؟ طبعا الخطه انه لازم نخلي فد بلان او مخطط او تخطيط على الجاي. طبعا احنا سويناه 2017 ناويين 2018 ناويين 2019. حلو. فاكو تقييم راح يكون بين كل ملتقى واللي وراه. زين. فلازم اللي مو بس حكي، احنا هالمره اتفقنا كاي تي. حلو. انه مو يصير كلاسيك ما تنظلمون. لا مو كلاسيك، هوايه مؤتمرات هوايه ملتقيات انه يصير حكي حتى المظهر مالته راح يكون مختلف هالمره. زين. لانه الموضوع انه مو احنا بدنا نسوي شو، احنا اي تي احنا اهل التكنولوجيا فنريد نسوي فد شيء بحيث سنه اللخ نقول انه والله صعدنا شلون هذا الجراف. وين احنا مستوانا بعد سنه وين صرنا. حلو. هلا ما شاء الله. يعني استاذ محمد ذكرت في بدايه حديثك انه قلت انا صارت عندي مسؤوليه كبرى من خلال ما شفت الناشطين عبر مواقع التواصل وذو الشان. نعم. بهذا الموضوع هنا لازم تكون المسؤوليه الكبرى عليك بالمستقبل. وصول النجاح صعب لكن سيد العرفين انت، الوصول الى النجاح صعب لكن الحفاظ عليه يكون اصعب. وين راح تتطور؟ شلون راح تكبر هذا المشروع؟ بالنسبه لي هو ما يصير اني صاحب فكره. هاي الفكره ما كان فكره، تاسست
اوكي انا طلعت الفكره، بس منو اللي ساعدني باطلاقها؟ الاخوه والاخوات اللي حضروا بالصور يمكن طلعوا هسه حاليا. زين. بدونهم انه ما نقدر نصيغ صراحه صاحب الفكره مو اللي يكون ينظم. فمن 5 إلى 6 ساعات يوميا صار لنا 3 أسابيع انه مجرد انه شلون نطلع فتشي يبهر. حلو. استاذ محمد كلمه اخيره حاب اقدمها من خلال برنامج شباب وبنات المنبر قدام. طبعا اشكركم بالبدايه على الضيافه، الله يسلمك. نتمنى الدعم ونتمنى انه هذا المجال ياخذ مكانه بالبلد. يعني الاي تي مو بس انه لازم تعال سووا لي. صراحه استاذ محمد انا كلش فرحان كاحد من اسره قناه السومرية الفضائيه. الحمد لله وشكرا. اني افتخر بهذا الشيء طبعا. مشروع كبير للعراق. لا ان شاء الله ان شاء الله اني افتخر بهذا الشيء، يعني بداياتي كانت في السومرية. شكرا لك استاذ محمد على حضورك في برنامج شباب وبنات، اتمنى لك كل التوفيق.